توفي قبل ساعات قليلة من مباراة النصر مع الشرطة والد اللاعب فيصل الجاسم لاعب الشرطة العراقي. فيصل الجاسم، حيث أعلنت وسائل إعلامية عراقية عن وفاة والد اللاعب فيصل الجاسم، وكان ذلك منذ يومين من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس. وبعد انتشار خبر وفاته، كان الفضول عند الكثير من الأشخاص نحو معرفة ما هو سبب وفاته. ويذكر أن اللاعب فيصل جاسم كان قد وصل انتظامه في التدريبات رفقة زملائه في الفريق الذي يلعب الآن مع فريق نادي النصر السعودي في إطار بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. وكان النجم البرتغالي كريستيانو قد قدم واجب العزاء في وفاة والد اللاعب فيصل الجاسم بالذهاب إلى اللاعب قبل انطلاق المباراة التي تقام في هذا التوقيت. وقد أعلنوا بعض الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، ومنهم من قال النهاردة في ماتش النصر والشرطة في 3 لاعيبة من فريق النصر السعودي امتنعوا عن الوقوف حداد على روح والد لاعب الشرطة فيصل الجاسم. وظهر في الصورة المنتشرة 3 لاعبين رفضوا الحداد بحجة أن اللاعب شيعي. وفي رواية أخرى لبعض المواقع الإخبارية أن اللاعبين الثلاثة رفضوا الحداد بحجة أنها بدعة غريبة وليس من الإسلام. وتوفي والد اللاعب فيصل جاسم بعد أن تعرض لوعكة صحية، رحمه الله وغفر له، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسألكم في التعليقات الدعاء للمرحوم بالرحمة والمغفرة.